يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أطلب العلم ولكن في بعض الأحيان أفعل بعض المعاصي. يقول: أنا أطلب العلم ولكن في بعض الأحيان أفعل المعاصي، فهل هذا يخدش في الإخلاص؟ وهل هذا من النفاق؟ وما نصيحتكم لي؟ ما أحد يسلم من المعاصي، ولكن الله فتح باب التوبة. كلكم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فتوب إلى الله عز وجل، بادر بالتوبة. أولا امنع نفسك من المعصية مهما استطعت، فإذا وقعت فيها فبادر بالتوبة إلى الله. نعم.